البداية تكون بدعوة الشيخ عبد الله بن علي الثاني عقلاء، الذي دعا عقلاء الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي. وأكد الشيخ عبد الله في بيان له أنه نظرا إلى ما آلت إليه الأوضاع، جاءت هذه الدعوة بهدف التباحث حول كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لإعادة الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية. وقال الشيخ عبد الله إن الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دون دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله. وأكد عبد الله بن علي الثاني أنه وجد حرصا شديدا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سلامة قطر وأهلها، ودعا الأسرة الحاكمة والشعب القطري للتواصل معه على أن يتم تحديد مكان وموعد الاجتماع لاحقا.